إذن أحبتي المشاهدين، ننتقل بكم مباشرة إلى محافظة كربلاء المقدسة مع موفد قناة العراقية الزميل مصطفى السعدي. أهلا بك مصطفى وأعظم الله لك الأجر. يعني مع توافد الحشود المليونية إلى محافظة كربلاء المقدسة، وقد خلت ربما الكثير من المحافظات من الزائرين الذين وصلوا إلى كربلاء المقدسة اليوم، كيف تبدو أجواء الزيارة مع هذه الحشود المليونية المتواجدة في كربلاء المقدسة؟ تحية طيبة لك زميلي عادل، وعظم الله لنا ولكم الأجر وكل الزائرين وكل المتابعين وإلى كل من يصل إلى كربلاء المقدسة عند الضريحين الشريفين حتى يصل إلى هذه الأرض المقدسة لنصرة لأبي عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس والصحابة ومن كان معهم من المؤمنين، فهي من شعائر الله ومن تقوى القلوب. حقيقة نحن نقف في الأماكن الفرعية أو الأماكن القريبة من المرقدين الشريفين، نتابع ونرصد الأعداد التي تدخل إلى كربلاء المقدسة مباشرة. حقيقة هذا المنطقة هي منطقة باب الخان، حيث تشهد توافد الكثير من الزائر على اعتبار نحن على مقربة من وقت الذروة، فهنا أيضا يعني الأعداد يعني ربما قد تفوق التوقعات وتفوق الحسابات، تختلف عما كانت في العام الماضي. حقيقة كثافة عالية جدا من الزائرين وارتفاع أعداد الزائرين لم يثني ولم يواني أصحاب المواكب الحسينية في تأدية الخدمة التي يقدمونها بمختلف أصنافها وبمختلف أنواعها، سواء كانت من المأكل والمشرب أم من الخدمات الأخرى، يعني بدءا من القوات الأمنية حيث كان هنالك انتشار لطيران الجيش فوق المرقدين الشريفين لمتابعة سير العملية الأمنية وسير المواكب الحسينية. إضافة إلى ذلك هنالك دوريات منتشرة ومكثفة من قبل العتبة العباسية بتوفير المشرب والمأكل للمواكب الحسينية، مفارس طبية منتشرة أيضا قرب المرقدين الشريفين لمتابعة الأحوال الصحية للزائرين. المواكب الخدمية متواجدة في كل مكان قريب من العتبتين المقدستين أو كل مكان يبدأ من الدخول إلى كربلاء المقدسة، يعني هنالك صور وإمكانيات لتقديم الخدمات. يعني حقيقة يعني الساعات الأخيرة سوف تشهد ارتفاع أعداد الزائرين على اعتبار هنالك كاميرات منصوبة على الطرق المؤدية إلى المرقدين الشريفين بدءاً من كربلاء أيضاً، وهنالك كاميرات أيضاً وضعت على طريق بغداد والطرق الأخرى، هذه الكاميرات متطورة جداً التي سترصد أعداد الداخلين إلى كربلاء، وتنتقل هذه الكاميرات أيضاً حتى مدخل بوابة العتبتين. هنالك في المداخل أيضاً كاميرات، هذه الكاميرات مهمتها هي إحصاء عدد الزائرين، الكل انتظار العدد الذي سيصدر من العتبة الحسينية والعباسية بدورة سترفعه إلى الرئاسات الثلاث وترفعه أيضا إلى وزارة التخطيط حتى ما بعد زيارة الأربعينية تبنى العملية في العام في السنة المقبلة لهذه الأعداد. حقيقة اليوم سوف ننتقل مع الزائرين المتواجدين في كربلاء. تحية طيبة حال. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إحنا كنا نتشكر من المواكب بالعراق الموجودة زين من بين المللي من كل مكان اللي جايين مواجهين للعراق الأربعين أمام الحسين، الليلة أربعين أمام الحسين، كنا نحن نتشكر من كل مكان الموكبات من كل موكبات الإيرانية هم إيران والعراق. إن شاء الله ان شاء الله نلجي. انت من يا منطقه من يا مكان؟ انا من الاهواز. ايت يا اهلا وسهلا، واهلا وسهلا باهل الاهواز. حدثني اليوم انت دخولك من الاهواز من الحدود وصولا الى كربلاء، شلون شفت القوات الامنيه؟ شلون شفت المواكب الخدميه المواكب الصحيه اللي توفر الصحه للزائر؟ تتابع سير صحه الزائر وعمليه وصولكم الى كربلاء؟ والله الحمد لله والشكر، هناك المواكب هم داخل الإيران وهم برا من الإيران وهم بالعراق يعني مجهزة أومادة للزوار زين ويخدمون، وأومادة هذول الوادم كلها أومادة لخدمة الزوار بابا عبد الله الحسين زين. الخدمة الحسين يعني نتشكر من عندها مخصوص المواكب العراقية العباسية زينبية
سلام الله عليها سمع الله، وان شاء الله سنه عن سنه تزود اكثر ان شاء الله. ان شاء الله اخر شيء دعواك يا من الامام الحسين. انا دعواي امام الحسين كل من ان شاء الله عنده حاجه الله يقضي حاجته بحق هذه الليله، بهذه الليله شريفه ومقدسه. الما هو جاي اي انا من الهواز لهنا 50,000 غران وصلت كربلاء. سمع له كنا اينا طايقان اينا سمع له الهذن السيائر كلهن يابن الزوار من الحدود كلها رايقان لخدمة الإمام الحسين. شكرا لك حاج بالتوفيق. إذن زميلي عادل كما تشاهد زائر من إيران من منطقة الأهواز نتحدث ويشيد بدور القوات الأمنية وبدور المواكب الحسينية التي وفرتها، يعني حقيقة هنالك يشاهد بالكرم العراقي والجود وأن تقدم بما تملك للضيف وللزائر. هذه العودة لك زميلي. نعم مصطفى إذا تسمح يعني افسح المجال للزائرين حتى يعبروا يعني عن مشاعرهم تجاه الخدمة التي قدمت لهم سواء في الطريق القادم إلى كربلاء أو داخل محافظة كربلاء. ممكن اعادل السؤال مصطفى زميل. يعني افسح المجال للزائرين حتى يعبروا عن شعورهم بالخدمات التي قدمت لهم سواء الامنيه او الصحيه او الخدميه من قبل المواكب سواء داخل محافظه كربلاء او الطريق الذي سلكوه وصولا الى محافظه كربلاء. يعني حقيقه منذ بدء الزياره الاربعينيه رئاسه الوزراء والمؤسسات الخدميه ولجنه متابعه الزياره الاربعينيه قد وضعت خطتها وهي استقبال الزائرين من المنافذ الحدوديه وصولا الى كربلاء. على المنافذ الحدوديه قد وفرت الحكومه ووفرت لجنه المتابعه للزياره الاربعينيه الدوريات الخاصه بالقوات الامنيه، ايضا وفرت الدوريات المروريه لمتابعه عمليه سير المركبات ومتابعه السائقين حتى ينتبهوا على الطريق. هنالك ايضا مواكب للمفارز الصحيه التابعه لوزاره الصحه حيث توفر كل ما يستلزم لصحه الزائر. مصطفى ايضا وزاره النقل قد وفرت باصاتها الخدميه. نعم عادل مصطفى افسح المجال للزائرين حتى يعبروا عن هذه الشعور الايمانيه وكذلك شعور الخدمه التي قدمت لهم في المواكب الحسينيه. نعم 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 تحيه طيبه لك اخونا اخي عزيز. من حضرتك؟ من السماوة. يا اهلا وسهلا بكم على السماوة. اليوم انت من جيت للسماوة لهنا احكي لنا عن الخدمات عن مراعاه الزائرين. جيده جدا وكل المواكب في خدمة الزوار. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من حضرتك؟ من بابل. يا اهلا وسهلا بك. اليوم جاي من المنطقة الشمالية، احكي لنا المواكب ببابل بعدها لو شنو الوضع؟ الحمد لله يعني مواكب كلهم في خدمة الحسين، مواكب يعني عامرة يعني بالخدمات، وان شاء الله في هذه الليلة ليلة الأربعين ان شاء الله جينا نجدد العهد في هذه الليلة المباركة ان شاء الله، وبإذن الله تعالى سنبقى دائما في خدمة الإمام الحسين إن شاء الله. السلام عليكم. أنا هذا تعال السلام عليكم. إذا تواقفين يم العد ما تحكي ليش واقفين خلينا نشوف. السلام عليكم حاج. عليكم السلام ورحمة الله عليك. عظم الله لك الأجر حاج. الله يجزاك. صاحب موكب إن شاء الله. صاحب موكب إن شاء الله. حاج يا أهلا وسهلا تفضل لهنا حاج. حاجة احكي لنا الخدمات اللي تقدموها وشنو شعوركم من تقدمونها؟ ما خير من الله، الله وكيل الزيارات المليونيه خدمه ابو عبد الله الحسين جاد التواسي صاحب العصر والزمان روح له الفداء اجل الله فرجه الله مخرجه وخيرات الله. شوف المواكب من كل ارجاء العالم يعني. اليوم احنا نشوف المواكب الصحيه شلون تشوفها؟ والله ما كلش ممتاز يعني الخدمه كلش ممتازه، المواكب الصحيه والمواكب الخدميه كلش الامور كلش ممتازه يعني، والخيرات الله يعني خيرات الله ومحطوطه بكربلاء يعني. ان شاء الله بعد انتم بعد الاربعين شنو راح تكون خطتكم؟ رحم الله والديك نتوجه ل النجف الاشرف. الى النجف الاشرف زياره امير المؤمنين عليه السلام. عرفت شلون؟ والحمد لله والشكر خيرات الله. ان شاء الله يعني بالنجف الاشرف راح توفرون خدمه هناك ايضا؟ وفاه الرسول.
هم وفاتر شو هم نروح لهناك مواكب عندنا مواكب نعم عند المواكب لا الحمد لله خيرات الله. هذه الخدمة كعراقي شنو شعورك؟ والله شعوري فوق العاج يعني رحمه الله. ان شاء الله بارك الله بكم حاج. نعم عادل. نعم مصطفى شكرا جزيلا لك. سنعود لك مرة أخرى. إذا أحبتي المشاهدين كما شاهدتم هذه الأجواء والصور الحية والمباشرة من محافظة كربلاء المقدسة وكذلك ما يقدم للزائرين فهم في أعلى درجات الامتنان للخدمة التي قدمت لهم من خلال المواكب أو الدوائر الصحية أو الأمنية أو الأمنية أو الخدمية على طوال طريقهم الذي سلكوه وصولا إلى كربلاء المقدسة.